بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني متابعي قناة AGTube. معنا اليوم موضوع هام جدا. الموضوع يتحدث عن عملية الاستنشاق وعملية المبالغة في الاستنشاق. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنشق ويبالغ في الاستنشاق؟ وما هي فوائد الاستنشاق في الصباح بعد القيام من النوم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنشق بقوة ويستنثر بقوة، أي أنه كان يخرج الماء المستنشق من الأنف بقوة أيضا، وهذا الفعل كان يساعد على طرد الميكروبات والفيروسات من الأنف قبل دخولها إلى الجسم، لأن السائل المخاطي في الأنف يقوم بحجز تلك الميكروبات والفيروسات أثناء دخول الهواء للأنف في مرحلة الشهيق. ولكن مع النوم الذي قد يصل إلى 8 أو 7 أو 9 ساعات أحيانا، فإن هذا السائل المخاطي واسمه ميكوبولي سكرايد يتجمد أو يتجلط، فيحتاج إلى عملية الاستنشاق والاستنثار حتى يتم إنزال هذا السائل. وقد ثبت علميا أنه ينزل مع هذا السائل ملايين الميكروبات، تقريبا 5 مليون وما فوق. ما هي طريقة الاستنشاق؟ يتم الاستنشاق 3 مرات في الأنف الأيمن و3 مرات في الأنف الأيسر لكي تنزل معه جميع الأشياء المتجلطة داخل الأنف. والطريقة هي سحب الماء إلى داخل الأنف، أي سحب الماء إلى آخر داخل جميع زوايا الأنف. وقد ثبت علميا أن فوائد الاستنشاق في هذه في عدة دراسات قامت بها جامعة الملك عبد العزيز وعدة جامعات أمريكية. لذلك ثبت أن من يقوم بالاستنشاق والاستنثار في الصباح فإنه ينقي أنفه من كل ما علق بها ليلا، ولا يمكن أن يصاب بالتهابات الجيوب الأنفية. وقد علمنا ذلك وقد علمنا ذلك رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم منذ آلاف القرون. بمعنى يجب أن نركز في أيامنا هذه وفي كل الأيام طبعا على عملية الاستنشاق. بعض الشباب وأنا منهم نقوم بعملية الاستنشاق بشكل سريع، حتى أن البعض يقوم فقط بغسل الأنف خارجيا، ولكن هذا ليس هو الاستنشاق الذي حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق. طبعا الأخوة الصائمين أثناء الصيام ينهى عن المبالغة في الاستنشاق، ولكن في الأيام العادية يجب أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق، لأن هذا الفعل يقوم بإخراج الميكروبات التي يحتجزها السائل المخاطي داخل الأنف، وبالتالي فإن الإنسان يقي جسمه العديد من الهجمات التي تسببها هذه الميكروبات وهذه الفيروسات. والآن نأتي إلى تلخيص فوائد عملية الاستنشاق والمبالغة بالاستنشاق في النقاط التالية. أولا، تكافح الإنفلونزا والميكروبات وأمراض الجهاز التنفسي، وتزيل الكائنات الدقيقة التي تعلق في جوف الأنف وتستقر فيه. ثانيا، تعالج أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي والحمى الروماتيزمية والجيوب الأنفية والحساسية وبعض المضاعفات الأخرى. ثالثا، الاستنشاق يزيد من نشاط الخلايا العصبية في الدماغ، ويزيل المفرزات المتراكمة في جوف الأنف والغبار اللاصق على غشائه المخاطي كغبار المنزل والطلع وبذور الفطريات والعفنيات المتناثرة في الهواء. رابعا، يرطب جوف الأنف للمحافظة على حيوية الأغشية المخاطية داخله. خامسا، يطهر المسالك الأنفية ويزيل منها العوائق الترابية التي تلصق بها
فتسبب روائح كريهة لا يشعر بها الشخص، بل يشمها من يقترب من أنفاس هذا الشخص. لذلك فالاستنشاق يزكي الأنفاس، فتصدر من الإنسان نفسا زكية خالية من الروائح غير المحببة. سادسا، المبالغة في الاستنشاق وتكراره ثلاثا ليتم بهذا القضاء على مخزن من مخازن الكائنات الدقيقة في هذا المكان المهم والحيوي، إذ هو المدخل للجهاز التنفسي. سابعا، الاستنشاق يطهر العقل ويهدئ الأعصاب ويدخل الطمأنينة والسعادة إلى القلب. ثامنا، الاستنشاق يحقق التوازن بين الحواس والجسد والطاقة. تاسعا، يخفف من الإجهاد ويبهج الروح ويجعل الوجه طلقا. عاشرا، الاستنشاق والوضوء بالماء البارد يقي من الزكام ونزلات البرد المتكررة. إلى هنا نأتي إلى نهاية موضوعنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر. عافانا الله وعافاكم، وشفانا وشفاكم، وجنبنا الأمراض والبرص والجذام وسيد الأسقام، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.